أسعد الله أوقاتكم. سأتحدث في هذا الفيديو عن أسرار سورة قاف. سأضع في أول تعليق مثبت سورة قاف مكتوبة. ليصلكم كل ما هو جديد، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة على الجميع. تتضمن سورة قاف مواضيع غنية تتعلق بالقيامة والحساب والبعث، وتسمى بسورة القيامة. المواضيع الرئيسية في سورة قاف تتضمن سورة قاف موضوعا عن القيامة والبعث. تتحدث هذه السورة الكريمة عن يوم القيامة والبعث والنفخ في الصور، وتتحدث هذه السورة الكريمة أيضا عن الخلق وعن الطبيعة. تتحدث عن مظاهر الطبيعة مثل السماء والجبال والأرض، وهي دلائل على قدرة الله وعلى حقيقة البعث يوم القيامة. وتتحدث أيضا عن قصص الأمم السابقة، مثل قوم ثمود وعاد وقوم فرعون. وهذه أمثلة على العقاب الإلهي نظرا لكفرهم وطغيانهم. وتحذر هذه السورة المكذبين بأهوال يوم القيامة، وهي بشارة للمؤمنين بالجنة. فوائد سورة قاف. فوائد سورة قاف للشفاء والرقية الشرعية: تستخدم بالرقية الشرعية للتخلص من التابعة والقرين ولفك السحر. تساعد على زيادة الوعي وعلى التقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى. وهي تساعد على تعميق الإيمان بيوم القيامة. تساعد أيضا على التحصين والحماية. فهي تساعد على الحماية الروحية والحماية ضد الطاقات السلبية. أعزائي، هذا بالنسبة لأسرار سورة قاف. بإمكانكم التواصل معي لحجز استشارة خاصة أو لدعم القناة. رابط التليجرام موجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو. ليصلكم كل ما هو جديد، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ومشاركة رابط القناة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.